صدقوني لما حيدر يعرف فيكن اتنيناتكم رح ينبسط وطير من الفرح، وكمان رح تصير فرحتنا فرحتين. أنا بحياتي ما شفت عالم سخيفة وما بتعرف تفكر، عم يضلوا يقدموا لي معلومات تخليني أأذيهم وأخرب حياتهم. ما حدا بالعيلة بيعرف عن اللي بيناتهم. أول ما ينتشر الخبر عن حافظ وكاينات رح تصير مصيبة كبيرة. يعني هدول الاثنين اللي بيحبوا بعض وطالعين بأول الفيديو، وبالفيديو هاد دعاء كانت معهم. حلو حلو حلو، انبسطت كتير بهالإنجاز يلي عم يصير بين كاينات وحافظ، وهالشي بيخرب العلاقة بين دعاء وهينا ودعاء وحيدر. رح نستنى ونشوف شو رح يصير. أختي، روهان طلع وتحرر من بين إيدين غزل، وبظن إنه صار الوقت لحتى نكشف غزل على حقيقتها قدام حيدر، صح؟ وأنا بدي أحكي له عنك كمان، بس ما حدا رح يصدق كلامنا عن غزل ولا حيدر رح يصدقنا بهالوقت، ولهيك روهان هو الوحيد يلي رح يثبت هالشي ويكشف الحقيقة إله. لازم نستنى الوقت المناسب، وإلا أنا ما رح أقدر حقق هدفي وطالع غزل من البيت وما خليها ترجع نهائيا. شايفة حبيبتي غزل؟ هي قاعدة عم تدرس ومركزة، هي عم تحضر لفحصها، صح أكيد؟ شايفتيها؟ أخذ القصة حجة لحتى ما تشتغل. أنا فهمانة كل شي، ما بيهمها شي، مضطرة أروح على المطبخ وأطبخ. لازم أطبخ وطعمي كل اللي بالبيت. ما بتعرفي إنه مع ربو بتتأثر فوراً؟ بس مع هيك أنت خليتيها تطبخ وتشم ريحة الطبخ، إذا بيصير لها شي لأمي أو بتتأذى رح تشوفي وشي التاني. أمي، ما في داعي تطبخي شي، خلص لا تاكليهم، أنا بطلب أكل جاهز من برا. بنتي، ارحميني شوي. شو يعني انتي بدك تنتقمي مني؟ شو مالك قاتل همي بنوب؟ اذا انا بسمع كلامك وبروح هلا وبطلب اكل جاهز من برا وباكل منه، وقتها رح ضل حك بحالي لحتى اموت. حبيبتي، انا ما فيني اهضم الاكل الجاهز، انا بتحسس منه كتير، وشوفي الوضع اللي انا فيه هلا. يا الله، انا ما عاد فيني اتحمل اكتر من هيك. غزل، حبيبتي غزل، ممكن اطلب منك خدمة صغيرة؟ شو اللي صاير؟ ليش هيك ستي صارت تحترمني؟ امي قليلي كيف تغيرت معاملتها وحكيها فجأة؟ مخادعة. شوفي، اذا انتي مشغولة هلا بروح بطلب مساعدة حدا تاني. ستي، لا 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 ستي، قليلي شو الخدمة؟ مثل ما انك شايفك، وبعد ما انا اكلت من الاكل الجاهز صارت معدتي عم توجعني كتير، وكمان انا تعبت كتير عقد ما فتت على الحمام، بس بالرغم من هيك انا ما استفدت اي شيء وما ارتحت نهائيا، وبدي منك خدمة. يلا، بدي منك تعطيني حقنة. حقنة شو؟ ايه، مثل ما سمعتي، حقنة. انتي بتعرفي شو هي؟ مزبوط. اذا بقلها لا رح تتمسخر وتبهدلني، شو بدي اعمل؟ مبينة من الاسم انه هي شي دواء، رح اعطيها حبة مسكن واخلص. شبك؟ لا لا ولا شي ستي، بس استغربت كيف ما حدا لهلأ طلب مني أعمل شي مع أني خبيرة وشاطرة بالشغلات الطبية اللي إلها دخل بالصحة. لا تاكلي هم، أنا رح ساعدك مو مشكلة، بس أنتي تعي معي وقليلي وين محطوطة. تعي رح أعطيك إياها. يلا تعي. واثقة أنه أنتي فيكي تعطيها إياها؟ أمي، شو هالشغلة الكبيرة يعني؟ خلص ارتاحي. وهذا اللي عم بقوله، ما أنا هي الشغلة العظيمة يعني. إيه؟ وبعدين هي الشغلة سهلة كتير، صح يا هنا؟ شوفي، دعاء فيها تعطيني إياها، كمان غزل فيها تعطيني إياها. إيه؟ وصح،
أنا ما بدي أطلب مساعدتنا لدعاء بهالشي، لأنه غزل هي السبب بوجع معدتي. مزبوط حكي يا هينا؟ لهيك غزل هي اللي لازم تعالجني. مزبوط. أوف أوف، شبك ستي، ليش بتضلي تضايقيني؟ يلا تعي خليني أعطيك إياها. يلا. لازم تعمل هلأ يا إجاز، ما لازم تستعجل. رح أطلب من غزل تدفع مبلغ كبير كتير مقابل الفيديو، وبعدين أنا رح أبعت ليا. دعاء لسانة طويل وفوقها هي ما عم تشتغل شي بهذا البيت، وبتحط الحق على غزل بكل مشكلة. قاعدة وعم تاكل ببلاش عنا، وبنتي غزل شو عم تعمل؟ مع أنه ظهرها عم يوجعها، بس لما طلبت أمي مساعدتها ما ترددت. بسيطة، استني علي وشوفي يا دعاء، علمي على كلامي إذا بنتي غزل ما بتاخد مكانك بهذا البيت وبتخلص منك. بعدي شوفي غزل، ساعديني. بعدي تعالي وساعديني يا غزل. أنا ما عم بفهمك. لك تعي غزل. هي ليش عم تصارخ هيك؟ شو حيدر عم يضرب غزل مرة تانية؟